ايه الله. صح، انا شفت اقول لك، انا شفت عندهم طريق نفس طريق انفاق اللي عندنا في دبي وفي المغرب، ايه ويمر تحت قطار سريع مال الصين. الجزائر ايه بين الطريق، الجزائر بين الطريق من تونس الى المغرب يوصل حتى المغرب 15 مليار دولار طريق سيار. هذا ما تشوفه انت، انت بس تشوف يعني تروح لا، لاماكن يعني في ما ادري وين. وش سوت الجزائر؟ طريق من الشرق للغرب من مش حدود زين. تونس الى حدود المغرب ب 15 مليار دولار، هذا ما تشوفه انت، الجودة تشوف كيف؟ بس جودة الطريق جودة حلوة. لا تقول لي لا هيك ولا، انت تشوف، انت بس تروح على نص، السلبيات، فهمت؟ اقول لك طالع لحبوب يبقى له كريم. لا طالع هاي، حبوب ولا اي عرفت، تشوفه، هاي موجود الطريق اللي يتكلم موجود عنها ما شاء موجود الله. على اليوتيوب، لحظة موجود لحظة، على هي اليوتيوب هنا، هاي شوفه. حصلته لحظة شوفه. اللي فيه حوادث شاحنات يا جاسم. هاي هاي ايوه هذا. هذا الطريق مربوط بين تونس والجزائر. انت ايه لا انت هذا واصل لين موريتانيا. ايه بقول لك شيء، بقول لك شيء، هذا اول شيء، هذا الطريق عم يجددون فيه، اوكي، يعني مبين انه تجديد، ما يعني في بس ناس انت عم تروح تمشي ترى، ناس عم عادي تمشي. خليه يمشي، عادي يمشي، ما فيها شيء، عم كيف يجددوا في هذه؟ الطريق. سلامة المواطن ولا عدد الطرقات، عدد الطرقات اللي في الجزائر اكثر من المغرب باضعاف، والجزائر اكبر بلد عربي، اوكي، بعطيك وعشر محافظات هو فيهم دولة تراموا. تقيم بس انت بعدد تقدر، الطرق. براويك شيء عن المغرب، بس انت لحظة تقدر، تقيم انا بس انت تقدر، شوف في شوف بقول بنية لك شيء، تحتية. ابى اقول لك شيء، انت جسم تدور على فيديوهات يعني سلبية وتحطها، فهمت؟ نفس السالفة اللي وتروح تقول انت. شوف شوف ايوه، وتروح تجيب، وتروح تجيب فيديوهات من المغرب يعني اماكن هيك، اماكن حلوة بالمدن يعني حلوة، فهمت؟ بعطيك عموما يا اخوي، يا اخوي في التنمية البشرية، في التنمية البشرية المغرب هو الدول في حرب احسن منهم، يعني هم افقر دولة في شمال افريقيا، يعني لا تكذب، ادخل على المواقع في جوجل وتطلع لك. انا ليش انا ادخل مواقع مواقع جوجل امريكية، وانا عايش ادخل على بيني؟ المواقع الامريكية، ادخل على المواقع الامريكية وتشوف ليش ادخل المواقع مواقع العالمية، امريكيه اصلا؟ ادخل ها؟ لانه هذا كذاب، فهمت؟ تكذب يعني، هذا عم ها؟ يدافع عن قضية ليش؟ باطلة. الحين بعطيك طريق جبلي، طريق جبلي يا زين. انا عندي، انا طيب عندي طيب سؤال بس. طيب يا جاسم، بعطيك طيب يا بعطيك طيب جاسم، جبلي في طيب المغرب، يا خلك جاسم، من يا الاشياء. جاسم، يا جاسم، ترى المغرب افقر دولة في شمال افريقيا، شو يعني لا هو؟ تكذب، اوف 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 افقر دولة في شمال افريقيا. اوف 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 يا الله. توني عرفت. ادخل على جوجل وتطلع لك، وشوف المواقع العالمية، إذا تعرف التنمية البشرية، شوف شوف إذا حسابات تريليونات الدولارات تسلم شهريا عندهم. لحظة بروح على شوف خاطر، شوف لحظة ايش شوي. تتكلم انت؟ شوف التنمية، اكتب التنمية البشرية، يلا اكتب التنمية البشرية في، اكتب نحن افقر دولة بافريقيا، بس اكتب افقر دولة في شمال افريقيا، افقر دولة بافريقيا، عام افقر دولة بشمال افريقيا. واحد كتب لي كش عدس، العدس في المغرب يباع بالتقسيط. وهل يخفى القمر؟ انت ما حضرت بوتوت يوم كنت بفتح راويك العدد. هذا سيوبع في المغرب بالتقسيط. اقول لك عندهم انترنت جوجل خاص فيهم، يمكن ما عندهم 5G بعد ما وصلت ولا 4G حتى هلا بعد. بندر هذا ضيعني واحد، الله في ناس هي. لا واحد ايش كاتب له؟ كان يجي عاشر. هلا حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. السلام، هلا عمي حسين. كيف حالك يا جسم؟ الحمد لله بخير عمي حسين، شو اخبارك؟ والله الحمد لله. اخبارك طيب؟ يلا اكتب اكتب، طلعنا في جوجل التنمية البشرية، ورينا المغرب. ورينا سويسرا العرب. تفضل عمي يا اخي. سويسرا العرب. يا اخي الجزائري، لماذا نخفي عيوبنا؟ اي عيوب؟ نحن عندنا في الجزائر كلهم عندهم الغاز. ايه؟ انا اعطيك مدينة اقرب الى الجزائر ليس لها غاز. روح غير البوفاريك. البوفاريك باك. البوفاريك. نعم. طيب اوكي، وشهد جاسم شاهد طلعنا من التنمية اهلي. البشرية، طلعنا التنمية اروح البشرية. اروح انتظر انتظر يا التنمية البشرية، انتظر 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 شوي. اروح غير بيرتو تابك. اعرف البنيان، البنيان. اصبر جاسم، ما اصبر اصبر جاسم، انا جزائري واقول الحق واقول وسكت عن الحق شيطان اخرس. ورينا بطاقتك باللي انت جزائري. انا جزائري، انا نهضر معك من الجزائر.
ورينا بطاقتك. ما ليش نهدر معك من برا عمي حسين؟ عطى المناطق، ورينا بطاقتك عشان يعرف يتاكد انك عطى المناطق. نديك 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 البيرتوتا، نديك الغيديزا، نديك العندفلا، نديك الودرهيو، كاين مناطق والله العظيم ليس لهم غاز. ورينا الاخر انا نعطيك مثال، نعطيك مثال باك، نعطيك مثال باك، نعطيك معليش نعطيك مثال، نعطيك مثال باك، نعطيك غير مثال. اضرار بلاد، اضرار بلاد غازي ولا ليس غازي؟ غازي. كم ستبلغ نسمه سكان اضرار؟ اضرار بلاد غازي ام ليس بلاد غازي؟ كم تبلغ نسمه سكان اضرار؟ قول لي، جاوبني. بلاد اضرار، اضرار بلاد غازي. ايمان لم نصرخ، انا نهضر الحقيقه، نهضر الحقيقه يا اخي. شوف، في الجزائر العاصمه لا يوجد حليب، انا نعطيك هالك من الاخر. في الجزائر العاصمه لا يوجد حليب. عندك جزائري كيفاش نوريك به؟ باش انا نهضر معك. معليش حسين، عمي حسين لحظه شوي. عرب عطاك اول شيء، هذا رجال كبير في العمر احترمه. ثاني شيء ترى ما يصرخ عشان لحظه شوي، رجال كبير في العمر، ما قلت كبير، ترى احترم شوي. ما الاحترام المفروض يكون، ما قلت شيء انا كبير الله، ترى ما كان يصرخ اساسا. هو رجال كبير في العمر ما يصرخ بس عشان تسمع. وش دخل اصلا؟ وش دخلها؟ وش دخلها في هذا البت؟ هو انت شو تجي تتكلم؟ انا ساعات لا اقول كلمه الحق، انا ساعات لي من اجل كلمه. طيب الحق. طيب اوكي، قول كلمه الحق هي اللي في المغرب كمان. ها انت هذا مواطن جزائري، هذا يوم نطلع مواطن مغربي. طيب دقيقه خليه يتكلم، لا تكتب. خليه يتكلم، خليه يكمل. في المغرب، في المغرب عندهم طوابير، ليش ما عندهمش طوابير؟ ما عندهم طوابير، ما نكذبوش على ربي. بصح حنا ما نكذبوش، حنا ما نكذبوش باللي ما عندناش طوابير. طيب انا نعطيك معليش انا نعطيك مثال بك. انا رأيت طوابير في قلب العاصمه مع الحليب. طوابير في العاصمة بقلب الحليب. نعم. وين هذه الطوابير؟ روح لسحت شو، روح لسحت شو هذا. سحت شو هذا؟ عندهم مركز واحد اللي يبيع الحليب. روح لباب الواد، احبط لباب الواد كيما البوسطة تاع باب الواد. طيب هاني زيد نعطي لك، هاني باش تعرفني بلي انا الجيريا، باش تعرفني بلي الجزائري. بين سقسيك حاجة، من الأحسن المغرب ولا الجزائر؟ ها؟ من الأحسن المغرب ولا الجزائر؟ في ناحية المساحة الجزائر، في ناحية في ناحية البنية التحتية المغرب أحسن من الجزائر. خلاص أنت مو جزائري، كذب. الله العظيم، الله يا عمي حسين، أنت تناقش منو يا عمي حسين؟ أخي جاسم أنا أستودعكم الله. تمام عمي حسين، والله بعمرك. عارف البنية التحتية وكيف تتكلم. حياتي لأخواننا الجزائريين الأحرار اللي يتكلمون بصدق. الله يحفظك. كلنا أحرار. أنا أرفع لك القبعة. الفرق لا في فرق بين جزائري وفي فرق بين كرهوني. لا قال لي تعال عطني، راوني بطاقتي. قال راوني بطاقتك. أنا لا، لازم تقول، تعرف هذا رئيس كوريا الشمالية يوم يقول لهم لا لازم تصفقون، إذا ما صفقتم تموتون. فنفس الشيء لازم تقول الجزائر أقوى، وبعدين أنت مو جزائري. خلاص جاسم، أمس طلع واحد كنا فاتحين بث على المشهد اللي حاطينه مال استقبال ملك المغرب، دخل عندنا واحد جزائري، أول كلمة قالت تعرف شو قال؟ قال يا صهاينة يا أولاد الصهاينة، توت توت توت. شوي يطلع لي واحد جزائري قال أنت هو أبو الصهيوني. يا أخي متناقضين، حنا ترى ما عادي، إذا في شيء عادي تفضل جزائري وافتخر. السلام عليكم. ترى الأشياء يعني أنك عندي سؤال برك، أنا برك عندي غير سؤال. علاش راكم طايحين الجزائر؟ علاش خويا؟ علاش علاش كي تهضروا على الجزائر تبقوا تضحكوا وطايحين الجزائر؟ علاش اللي كاين؟ وضح سؤالك اخوي الجزائري. اول شيء وضح سؤالك عشان نفهمك. انا نهضر بالعربيه تاعي نورمال، الدرجه تاعي تاع الجزائر، انا من الغرب الجزائري. الحين اذا كلمتك شحي ترى ما تفهم شيء اساسا، يعني لا تشينا، احاول اتكلم لغتي عشان تكون عاميه عشان الكل يفهم، فاهمني كيف؟ فاتواضع معنا اخي الجزائري. يعني قلت لك انا ما فهمتنيش واش قلت لك، قلت لك علاش كي تهضروا على الجزائر تبقى تضحك على انت تهضر تا جاسم؟ احنا ما نضحك على الجزائر، نضحك على الجزائري اللي ينتقل بلدان ثانيه ويرمي الناس بالحجر وهو بيته من زجاج. هذا الشيء اللي صاحبي على الاشخاص وليس على الدوله. دوله الجزائر قائمه
بشعبها وقائمة بحكامها، والله يزيدهم من فضله إذا في شيء. احنا نتكلم عن انتقادات والأشخاص اللي تدافع عن الباطل بس، هذا هو هذا الباطل. شو هو هذا الباطل؟ انت عمر اروح نقول لك، انت راك تقول لي طوابير، طوابير هذه ما قال طوابير، اي هذا الطوابير قال ما عندنا طوابير. انا اكدت له ان في العكس، ما انا ما اتهم ولا سب ان في طوابير. الاشياء الاشياء شو اسمه، اللهم لا شماته في الاشياء، فهمني كيف؟ هو اللي عطنا شيء ايجابي عطيته السلبي مقابله. قال الجزائر عامه من الشمال للجنوب كلها غاز وكهرباء ومي وبنية تحتيه، فعطيته العكس. وطلع عمي حسين مواطن جزائري حقاني، قال انا ما اقدر اسكت عن الحق، وعطانا حتى التفاصيل وثبت له العكس. انا ما اقول ان الجزائر ميته خلاص ترحموا عليها، لا، سنقول في مناطق، في مناطق تحت خط الفقر، في مناطق عندها توابير عن خذوها بعقلانيه، لا تاخذوها بحساسيه. ليش؟ خليني افهمك على التوابير. انا مو ضدك اخوي جزائري، انا مو ضدك، انا التقي وياك بسلم عليك وبشرب وياك كوفيه وباكل وياك سلام سلام، انت اخوي في الاسلام. صح. السلام عليكم. انا اتكلم عن نظام عام، انك تكون دوله بتروليه عندك غاز وعندك طوابير على الغاز، هذا الشيء لا يقبله العقل. غادي فهمك علاش انا غادي فهمك. هذا انا ما عندي، انا ماني ضدك اخوي. صح. كاين مناطق مثلا في الجزائر وين الكثافه السكانيه تكون كبيره، التوزيع نتاع الدكاكين هذوك اللي يبيعوا الحليب ويبيعوا المشتقات وهذه يكونوا قلال في هذه المناطق، وبالتالي الكثافه لما يكون السكان بزاف ويكون مانيش عارف تفهمني، الدكان يعني يكون زوج ولا ثلاثه، اسمح لي، ويكونوا زوج ولا ثلاثه يكون قليل. لكن والله العظيم اني نحلف لك اقسم بالله لم توفر، هذه واحدة. خليني نهضر، تفضل سامحني، تفضل. والله لما توفر. وبالنسبة للغاز اللي مشي واصل لبعض زعما الاماكن، هذوك الاماكن فيهم دي فوا وين تلقى يعني بعض المرات وين تلقى سكنات فوضوية، كي نقولوا سكنات فوضوية يعني عشوائية، ما يكونوش مرسخ، عندهم رخصة تاع بناء ويجي يحط ما ويبني، وبالتالي هنا يليق مشروع، وبرمجة باش يوصلوا له للغاز. ولكن الغاز والله العظيم يا اخي لما توفر، لكن كاين يعني تحت الارض موجود غاز. لا متوفر، ان اذا موصول ولا مو موصول. الحين انتم عندكم المفروض الجزائر، المفروض انتم عندكم غاز. من متى اكتشفتوا انه عندكم غاز؟ كم سنه؟ سنين. المفروض يكون كل بيت جزائري عنده أنبوب غاز ولا لا؟ لا، عنده أنبوب. سمعني، المفروض ثلاث جرات الغاز انتهى موضوعهم، جرات الغاز. يقول لك عندك أنبوب غاز ولا لا؟ اسمح لي، راني نقول لك البيوت للبنايات العشوائية. نتكلم عن الجزائر العاصمة وعن وهران. لا 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 لا، شوف دوك غادي نقول لك علاش هذا مثلا وهران هل عندك انت وين موصول داخل بيتك ولا لا؟ عندك وصلت سنترال غاز، سنترال بالانجليزي، عندك ما عندك؟ اقسم بالله لا عندي، والله لا عندي. وانا ما ليش 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 في الجزائر العاصمه بتحصل طوابير على الغاز؟ لا راني فاهم، اسمح لي نفهمك. لا راه نقول لك كاين دروك الجزائر العاصمه، اسكو راه البنيه نتاعها غير هذه جديده؟ الجزائر العاصمه قديمه، كاين بعض التوصيلات اللي بلاو قدامو راهم يعاودوا فيهم. تبعني واش راني نقول لك، الو كي راهم يعاودوا فيهم احنا في 2023، مع اي سنه بيعيدون؟ ترى خليني فاهمك يا اخي، خليني فاهمك. انتم متى طلع الاستعمار من عندكم؟ سبحان الله 62 صح؟ في 62، ما اعرف وش قلت بالفرنسي، بس 62 صح؟ 62 62 من 62 لين الحين 60 سنه. ايوه 60 سنه، يعني بعد لين الحين ناس عندها طوابير الغاز. شوف الغاز مفروض ما تعطى مبرر، عجز في الدوله، ما في مبرر لموضوع الغاز. المفروض الغاز يكون دامك انت دوله تنتج التين، مفروض الكل عنده تين. دامك دوله تنتج رمل، المفروض الكل عنده رمل، بغض النظر انت في جبل، انت في صخر، انت في كذا. هذا الشيء منطقي. شوف السلام عليكم، الجزائر قاره. السلام عليكم. القاره ما اتكلم عن ميسي، حتى روسيا قاره. السلام عليكم. وعليكم السلام. توصيل يا اخي، توصيل. شوف اخي العزيز، هل منطقه بوينان فيها الغاز ام لا؟ راك معايا هنايا؟ نعم. اي معك. كيفاش فيها الغاز ولا لا؟ منطقه بوينان فيها بنيان جديد، بنيه
في 2016، هل فيها انابيب الغاز ام لا؟ شوف عارف انت لا عندك الاجوبه قول لي الجواب قول لي. انا راهو انت الجزائر فيني يقول لك حدود المغرب مناطق. اذا انت الحين يعني اسالك المنطقه هذه فيها غاز ولا لا؟ عليا مانيش عارف. ايه تراها ما في الجزائر قاره، الجزائر تقسمها على 10 باش تولي. ما نتكلم عن القاره، تشوف الحين حتى امريكا قاره. حرك تقول لي انت امريكا قاره، حتى روسيا قاره. اسمح لي انا في اني في نقطه وهو يعطيني ابعد نقطه اقصى. ما يعطيك ابعد نقطه، بيعطيك تعرف ساحه الشهداء؟ نعرف ساحه الشهداء. ما نعرف ساحه كل يوم الاربعاء تحصل طوابير حق غاز. ليش؟ ليش؟ حق غاز وحق حليب. قول حسن هدر على الغاز ولا الحليب؟ فهم. لا 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 جاسم انا لم اقول على الغاز، انا اقول على الحليب. هدر معي بالدرجه. تكلم على الغاز يا حسين تكلم على الغاز، هو جاوب على الغاز، عطى المناطق اللي قال الغاز منطقه اضرار بلاد غازيه ام لا؟ ما تنساش باللي الكثافه السكانيه كي دايره تاعها اضرار تعرفش فيها انت، ما تبقاش تلعب بدو فاص. لا 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 ما نلعبش انا ما نلعبش بدو فاص اخي. هل منطقه اضرار بلاد غازيه ام منطقه غازيه ام لا؟ ما تلعبليش بدو فاص. قول لي نعم ام لا. نسقسيك انت في دارك عندك الغاز؟ عندي. اي علاش تحل في فمك؟ نحل فمي باسكو كاين مناطق ما عندهمش الغاز. والله لعب تلعب دوبل فاس. والله ما نلعبش دوبل فاس. نتكلم الدوله مفروض توفر اللي ما عنده. اذا انت عندك فلوس، شوف اذا انت عندك فلوس ترى تشتري الغاز حتى تطلبه من بريطانيا وبيجيك. دوبل فاس الناس اللي ما عنده. ما نلعب جو بالو دوبل فاس يا اخي. انا راني نقول لك انا عندي غاز، انا نقول لك جاوبني هل منطقه اضرار منطقه غازيه ام لا؟ انت امك مخلط سير توني با نالجيريان بيغ. يلا الحين رحنا لا انا وا تي ني با نالجيريان بيغ باسكو ما انا ماشي انا مش الجيري انا ماروكا. اي روح المروك شنو قاعد دير هنا عندنا؟ لا لا انا عايش هنا، عندي ولادي هنا وراني عايش هنا. وين عايش هنا؟ انا عايش هنا في بلادك. عايش في بلادي تقطع في بلادي علاش؟ زلت بمشو هذه يخلص فيك. لا لا بعطيك الاحصائيات يا جزائري. حسين هذا لازم يا مغربي اهم شيء قبل ما تعطي الاحصائيه في موقع رسمي عندهم، في موقع رسمي للبنيه التحتيه من ناحيه البلديات اللي عندهم شو كاتبين فيها؟ المقالة الرئيسية لهذه الدولة، لأن الدولة تصنف من أردع الأماكن حيث لا تتوفر فيها معدات لبناء البنية التحتية. البنية التحتية الجزائرية من ناحية التشريعات الحكومية غير موجودة التي تساهم في إنشاء المقالة للبنية التحتية للدولة، وذلك لعدم توفير رأس المال المحدد لها من قبل الدولة. لحظة شوف شحي بعطيه الحين الاحصائيات من دولته من جزم. لحظة عمي حسين لحظة شوي. المناطق اللي ما عنده غاز، شوف المناطق يقولوا لك شيء بطل. الجزائر العاصمة تطرح بصح عيب عليك. منو هذا يتكلم؟ هو الجزائري. اش على بلادك بسقسيكم، على ما تهضروش على بلادكم، تهضروا على الجزائر. يلا زين الحين رحنا موضوع ثاني. انت ليش ايش فيك يا اخي؟ ليش تعصب؟ ليش كل يوم مش متعصب؟ انا مجرد امس حنا فاتحين على تونس، والاسبوع اللي فات فاتحين على المغرب. وين المصيبه؟ وعلاش ما تحلوش على بلادكم؟ بلادنا ما فيها طوابير. ايش فيها بلادكم؟ الحمد لله فيها الاكل والنوم وقله مرعى وصنعاء. يلا شتبه. انتم ما عندكمش قاع النقص، عندكم غير ايجابيات. النقص بيكون الحمد لله والشكر. ولا ما فينا البوطة الغاز توصل للدار عندنا، البترول عندنا. النقص شوف النقص بيكون بلد اسمع تجد النقص في كل بلد، النقص يجد في كل بلد. ما عندكش مشي اخوي الحسين. المقارنه ما بين النقص. عمي حسين عطني دقيقه اخوي يقول لك. يقول حسين اتكلم عن الغاز اللي في الولايات صح؟ ولايه الشلف فيها غاز ولا ما فيها؟ فيها اختك ولايه الشلف فيها اختك. قويه
الحيوية هاي. طلع طلع الجني اللي داخله. أيوة هذا مو بجزائري على فكرة، هذا كان غوري. غوري بس غوري. هذا مو بجزائري. ما يسبون أحفاد الشهداء، ما يسبون، عيب هذا مو. أي ما يسبون. الآن يقول جزائري، جزائري الحر. جزائر. جزائري الحر المتربي متخلق اللي عرفناه ما يسب. لا ما يسب عيب. أنا قلت لك في أختك وصاي ما سبيتكش. أنت مو جزائري، أنت عارف أختي، أنت ما تعرفها ما. لا شوف هم.